ورجعنا لحضراتكم مره تانية الهواء مباشره، ومكملين معاكم باقي فقرات نهارك سعيد. وتحت شعار الثورات العربيه في الشعر، انطلق امس مهرجان الجنوب الاول للشعر من بيت امل دنجل وعبد الرحيم منصور في قنا، في مسقط في مسقط راس الشاعرين الكبيرين. والمهرجان ده بيوافق الاحتفالات الحاليه بيوم الشعر العالمي، وبيعد اول مهرجان عربي للشعر يهتم بالابداعات الشعريه والادبيه للمهمشين في جنوب مصر وكل مناطق الجنوب في العالم العربي. هيحضر المهرجان ده مجموعه من الشعراء من بعض الدول العربيه زي سوريا وتونس، ومشرفنا النهارده من تونس الشاعره التونسيه استاذه راديه شهيبي. صباح الخير يا فندم. شكرا. صباح النور. والشاعره التونسيه الدكتوره امنه الرومايلي، اهلا بيك يا فندم وصباح الخير. وزي ما بيقولوا بالتونسي يعيشك. يعيشك. عسلامه. السلامه يعيشك. عايزين دكتوره في البدايه خالص تكلميني حضرتك عن المهرجان، وليه خصوصا الاهتمام بالجنوب؟ المهرجان اولا نرحب كل متابعي القناه، شكرا على هذه الاستضافه واهتمامكم خاصه شرف. بالشعر. الفكرة انطلقت مع الأستاذ أبو العباس، كنت أنا موجودة لعمل ثقافي خص وزارة الثقافة التونسية، وتحدثنا على الشعر العربي وتهميش الشعر العربي، تهميش الرموز الشعرية العربية، وكذلك خذنا في موضوع آخر واللي هو مركزية كل الفعاليات الشعرية والأدبية في العواصم، سواء كان تونس العاصمة أو القاهرة. والتقيت أنا والأستاذ أبو العباس في أننا نحن الاثنين نعمل على توسيع دائرة هذه الفعاليات حتى تمس أكثر عدد من المواطنين في داخل البلاد. بما أنه أنا أشرف على تظاهرة 24 ساعة الشعر، واللي هي تقام في مدينة سوسة، ومدينة سوسة كما تعلمون هي مدينة داخلية على الساحل، نعم، ولكنها مدينة داخلية وفي وسط البلاد. كذلك أبو العباس وجماعة الهجرة إلى الجنوب أيضا لهم هذه الاهتمامات، ومهرجانات العرائس الذي يقوم في جنوب مصر. من هذه فكرة اللامركزية الأدب والشعر والفن التقينا في فكرة المهرجان العربي للشعر بعد الثورة. طيب دكتورة أمنة، كمان عايز أعرف إيه الهدف من إطلاق المبادرة بالذات من مسقط رأس الشعراء في الجنوب؟ صباح الخير. صباح الخير. شكرا على الاستضافة. فما مرجعية، معناها فما خلفية فنية وفما خلفية حتى سياسية وراء اختيار الجنوب. بعد الثورات العربية ستختلف الأشياء، أو على هذه الأشياء أن تختلف، أنه نخرج شوية من مركزة الثقافة في العواصم العربية الكبرى، إخراج الثقافة والشعر بالذات من العكاظيات الرسمية المعروفة، والذهاب بالشعر إلى حيث الشعب، لأن أنا أساسا أنتظر هذه الزيارة للصعيد المصري، لأني أعرف أن الصعيد منبع لغوي ومنبع جمالي، وتوجد آثار كبرى للشعر الشفوي في كل أنحاء الوطن العربي. وأنا أشكر الأستاذ أبو العباس ومصر والأهرام على هذه الالتفاتة، وأخص بالشكر صديقتي العزيزة راضية شهيب، لأن راضية من الوجوه الثقافية المبادرة في تونس في هذا الاتجاه، أن نخرج بالثقافة من المركز العاصمة ونذهب بها إلى المدن الأخرى. أوكي. طب عايز أعرف من خلال حضراتكم ازاي عبرتوا عن الشعر، عن الثورات في عن الثوره في تونس قبل وبعد الثوره؟ نبتدي الاول بقبل الثوره وبعد كده نشوف بعد. اولا للتوضيح، الدكتوره امنه الرميلي ليست شاعره، من حظنا ليست شاعره، وهي ناقده. شاعره. اوكي. هي لم تكتفي بالشعر فقط ولكنها ناقده شاعره، وهي من اهم النقاد، نقاد الشعر في الأساس، لأنه ناقدات الشعر قلائل وهي من البارزات في هذا الموضوع، بالتالي هي المهتمة بنا بعد كشعراء، خاصة الكتابات ما بعد الثورة، لأنه في ما قبل الثورة كان الشاعر أولا كان الشاعر يتنبأ بالثورة. بالظبط هي الفكرة، زي ما عندنا شوية في بعض الكتابات بتحسي بعديها إن هيحصل حاجة. أكيد. حد بيرصد حالة معينة وبيكتب عنها، وبعد كده نقول ان ده يمكن كان سبب من الاسباب، بيطرح مشكله معينه، بيقول على حاجه معينه. فعشان كده كنت عايزه اعرف شعر ما قبل وبعد الثوره. شعر ما قبل، انا اعطيك كلمه سريعه ولكن الدكتوره امنه ستفيد اكثر، خاصه بالنسبه لي كشاعره. شعر ما قبل الثوره كنا نناضل من ربما ضد مظالم
معينة تخص حرية الرأي، تخص الإنصاف في توزيع الثروات، تخص الاهتمام بالمناطق الداخلية وكعلاش احنا نهتم بالثقافة الداخلية. لكن ما بعد الثورة صارت هناك تهديدات أخرى فتغيرت اهتمامات القصيد. أكيد طبعا. وبذلك تغيرت الرموز وتغيرت التنبؤات. ده صحيح. وبالتالي يحيل الكلمة للدكتورة وهي قد أعدت مداخلة في هذا الشأن. تفضلي يا فندم. البرنامج سيكشف يعني اسرار المداخله التي ساقدمها يوم ما تعطيش برشا يعني ولكن فعلا انا اعددت مداخلتي في هذا الاتجاه وهو المشهد الشعري التونسي بعد الثوره. اولا انا باش يعني اقول توجد ثلاث مستويات. اولا ان شعراء في تونس وفي مصر وفي جميع انحاء الوطن العربي يكتبون من ذاكره ثوريه، يعني هؤلاء ليسوا شعراء نبعوا بالحدث الثوري، والثوره لا تخلق شعراء. الشعراء يعدون للثورة ويحتفون بالثورة ويفتحون أفاقها المستقبلية، ولكن لا تخلق الثورة شعر، الشاعر شاعر بالثورة أو دون ثورة. أولا نحن في تونس وشعراء تونس الذين أدعي أنني أعرف بعضهم، خطر المشهد الشعري في تونس مشهد مركب جدا وثري جدا وغزير جدا، والتجارب متقاربة والمستويات متجاورة، توجد أسماء صحيحة منفلتة نوعا ما، ولكن عندنا مشهد شعري ثري جدا. توجد هذه الذاكرة الشعرية الثورية التي تستند إلى أبي القاسم الشابي، بدليل أن البيت الذي بنيت عليه فلسفة الثورة العربية هو دائما إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، هذا البيت الذي رفعته تقريبا كل الثورات العربية. هذا أولا. ثانيا، الثورة أثرت في المشهد الشعري التونسي وهذا أكيد. الشاعر عاش لحظة تاريخية مختلفة عما قبل 14 جانفي، أو بالتحديد عما قبل 17 ديسمبر 2010، اليوم الذي أحرق فيه محمد البوعزيزي نفسه ومنه انطلقت هذه الموجة العارمة. الشعراء في تونس حصلت تبدلات، حصل احتفاء برموزهم الشعرية. أنا سأقول في مداخلتي إنه هنالك نوع من العودة إلى الرموز السماوية، الكواكب والشمس والقمر والنجوم، توجد نوع من لحظات الصلاة العارمة في الذات المبدعة، يحمد السماء على هذه اللحظة التي ما كنا نحلم قلوها. أنا شخصيا قعدت في أيامات الثورة الأولى لا ننام، ولكن وقت نرقد شوي نقوم نقول هل حصل هذا صحيح، هل هذا هل حصل ما حصل فعلا، لم نكن نصدقه. لكن للتاريخ أيضا أقول الشعراء في تونس وفي مصر وفي كل أنحاء الوطن العربي تنبأوا بالثورة، كانوا متنبئين بهذه الثورة. طيب خلينا كمان نقول بقى ان حضراتكم في مصر ايه رؤيه حضراتكم للثورات العربيه او للربيع العربي؟ احنا طبعا عندنا مصر، وبعد كده هنيجي طبعا لسوريا. ربنا ياخد بايديهم يا رب ان شاء الله وينصف الشعب السوري يا رب ان شاء الله، بس خلينا نبتدي بمصر. الثورات نبداو بتونس لانه الثوره بدات بتونس. لا خالص انا مش قصدي عشان كنت بتكلمي على تونس، انا لانه حتى تكون الاجابه منطقيه. لا تمام، انا بس عشان كنا بنتكلمي على، لا طبعا اكيد تفضل. لانه خاصه لما نؤرخ ونحن لسنا مؤرخين، ولكن على الاقل بشيء من الثقافه التاريخيه، لابد او لا يمكن ان نتحدث عن اي ثوره في اي بلد عربي دون ان ننطلق من تونس، لانه ان فهمنا ظروف وتراكمات التي جعلت الثورة في تونس تقوم، وإن فهمنا أن الشعب التونسي هو الذي جعل الشعوب الأخرى تدرك مدى قوتها، نفهم تسلسلات هذه الثورات. في تونس هناك تراكمات رهيبة، وهناك تراكمات من الجهتين، يعني تراكمات أوغلت في استضعاف الشعب وفي محق الشعب وفي طحنه، وهناك حتى جرائم قتل وكان مسكوت عنها إعلاميا، خاصة في الحوض المنجمي وفي أحداث بن قردان سنة ما قبل الثورة في رمضان، كان رمضان أسود في بن قردان وكان هناك قتلى وكان الإعلام يتكتم، ولكن فجأة هذه التراكمات وصلت إلى السطح، فحين تصل إلى السطح لا مفر من الانفجار والسيلان. هذا السيلان سيلان الغضب والغليان. وبالتالي الثورة التونسية نحن
كان لنا فرح قولوا فرح ثنائي، لانه تعرف انت ارتباطات الشعب التونسي بالشعب المصري هي ارتباطات تاريخيه، ارتباطات حتى جينيه. نحن كثير وكثير وكثير من عدد مهول من الشعب التونسي من جذور بني هلال، بخلاف الفتوحات الاسلاميه وما جاء معها من مصريين، وبخلاف البرابره الذي اثبت الشعر او التاريخ وان هناك ترابطات ما بين جنوب مصر والبرابره في تونس، فهناك تلاقح جميل وعشق جميل بين مصر وتونس، وتكون مصر هي الثانية بعد تونس. وقتها زدنا تأكدنا أنه الشعب المصري يعشق الشعب التونسي والشعب التونسي. لا وحضرتك كمان يمكن قلت حاجة خدها من كلام حضرتك، أن من بعد الثورة التونسية يمكن الشعب العربي أدرك قوته كويس بهذه القوة طبعاً. وما أدراك ما الشعب المصري؟ إذا الشعب التونسي 10 ملايين وآمن بهذه القوة، فكيف لا يؤمن الشعب المصري 80 مليون؟ وأرجو أن لا أخطئ في العدد. لا 85 يعني تمام وبنزيد. بنزيد. ربي كثركم. إذا كان قلت 10 ملايين آمنوا بهذه القوة وأرجفوا الطاغية وجعلوه يهرب، فكيف لا يؤمن الشعب المصري؟ ولكن ما أرجوه، حتى لا ندخل في تفاصيل الكثيرة لهذه الثورة، أنا ما أرجوه أن الثورة لا تجهض، أن الثورة لا تسرق، أن الثورة لا تحول وجهتها. وجهة الثورة لابد أن تبقى هي وجهة لكل ما ينفع الشعب ولكل ما ينفع مصر ولكل ما ينفع مصر، خاصة في قيمتها العربية، أنا أقول قيمتها العربية تاريخيا وسياسيا، وقيمة موقع مصر جغرافيا وقيمتها في العالم. فده كان سؤالي بقى اللي جاي، حضرتك من وجهة نظرك ناقدة وحضرتك من وجهة نظرك كشاعرة كمان، عايز أعرف إيه اللي حققته الثورات سواء في تونس أو في مصر من وجهة نظركم، وإيه اللي ما حققتوش لسه واللي لسه، وهل عايزين نتفق إن الثورة ما بتبقاش بين يوم وليلة وبتبقى ليها وقت طويل جدا جدا طبعا. بس اتفضلوا. نعم. أولا لا نستطيع أن نتحدث أو أن ندعي أن الثورة جاءت فجأة. الثورات لا تحدث فجأة، توجد سيرورة تاريخية وتوجد تراكمات، والشعب في تونس ولا في مصر أو في سوريا أو في ليبيا، الشعب العربي يبتلع يعني لافال بالفرنسية ويراكم، ولكنه لا ينسى، الشعب لا ينسى. حتى عندما ظننا في تلك السنوات السوداء من القمع التام والصمت التام وحتى الخجل من الذات، يعني أصبح الإنسان يخجل من ذاته كونه عربي في بعض الأحيان، فلسطين هنا، العراق هنا، ونحن مذهولون ونتفرج. الثورة ليست مفاجأة ولكنها تراكمات، تراكمات قديمة وحديثة. نحن عندنا جذور، مثلا أنا أتحدث عن الثورة في تونس، عندنا جذور ثورية قديمة جدا، انتفاضة علي بن غداهم في القرن 19، النضال ضد الاستعمار الفرنسي كما ناضل الشعب المصري ضد الاستعمار الإنجليزي بطبيعة الحال. الدور المثقف، المثقف عنده دور جوهري في هذه الثورات حتى وإن لم يكن في الصف الأول. صحيح. المثقف هو الذي خلق الأدوات والآليات التي يمكن لشعب ما أن يقول ذات مرة ذات لحظة من التاريخ لا، يعني أن يقول توقف أيها الظلم، توقف أيها الجبروت إلى آخره. في تونس عندنا، وأنت تحدثت عن هذه الثورة، عن هذا الخوف، هذا الأفق، هذا المستقبل، نعم، ولكن عندنا من الأدوات ما سندافع به عن هذه الثورات، عندنا من الرصيد العقلاني والرصيد الحداثي والرصيد العالمي الكوني والرصيد الحر في انتمائنا إلى دين يؤمن بالحرية. طب هل في فعلا، هل حضراتكم شايفين أن الثورة في تونس حققت أهدافها واللي لسه ما تحققش ومن رؤيتكم كده السياسية أو من قراءتكم؟ نعم. مصر نفس القصة، عشان حضرتك يمكن قلتي لي وذكرتي ان في تهديدات دلوقتي بتهدد تونس، زي ما في تهديدات بتهدد الثورات، بتهدد الثورات كلها فعلا. نعم. فهو ده عايزه اخد من اجابه حضرتك وبعد كده عشان ننتقل بعد كده لسوريا. طيب سامحني رضي، فقط كلمه. الثورات حققت، ما دامت قامت ثوره في شعب ما، ما دامت قلبت كرسي طاغيه فهي بعد قد حققت شيئا كثيرا، ما دامت قد علمت الشعب او وضعت في الشعب قدره ان يقول لا فهي قد كسر حاجز الخوف، وهذا اكبر ما كسبناه من هذه الثورات هو كسر حاجز الخوف. بعد ذلك
هذه ثورات ما زالت في حراك، ما زالت في 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 لحظة عارمة وقوية، ما زالت الحسابات، ما زالت المتربصون بالثورة من المصالح، البقايا من نظام المصابق. لا يعني نحن الثورة لا تكنس كل شيء. طب يعني احنا عندنا نفس الـ الـ نفس الـ العوامل اللي عندنا، نفس العوامل اللي عندنا في تونس بالظبط. نعم. تقريبا. تفضل يا فندم. أنا مصرة على أنه الثورات العربية مهددة. والشعب العربي هو شعب مخيف لكل القوى الخارجية. بس يعرف قيمة نفسه. بس يعرف قيمة نفسه. بتاريخه هو شعب يربك ويخيف. وكل تحرك عربي هم له بالمرصاد. وبالتالي كل ما قامت تحركات وهم يتابعوننا أكثر مما نتابع أنفسنا. فكل تحرك عربي يقوم إلا وخلقوا له مضادات. أنا أخاف على ثورتنا من هذه المضادات. وطبعا يطول الكلام في هذه المضادات التي يرسلونها بطرق شتى معلنة وتحت الطاولات. وأنا ما أرجوه أن يكون الشعب العربي عموما، هنا لا أفصل، لا أقول شعب تونسي وشعب مصري. لماذا؟ لأن الثورة أثبتت أن الشعوب العربية متحدة برغم ما يفعله الذين في الداخل والذين في الخارج. يكفي أن يصرخ شعب تونس ليجيبه شعب ليبيا، ليجيبه شعب مصر، ليجيبه شعب سوريا، البحرين. فهنا نقول أن هناك شعب عربي في روحه متحدا. وبالتالي أنا أرى أن الشعب العربي تأكد من قوته كقوة رادعة، ثم تأكد من خطورة المرحلة. وبالتالي يبدو أن فترة الغليان وفترة الدهشة والذهول مما يقع تقريبا ستنتهي أو انتهت، أو ربما قريبا ستنتهي، وسيعمل الفكر وسيفكر العربي بصفة جدية في استرداد ثورته واتجاهها في الاتجاه الصحيح. نتمنى يا رب إن شاء الله. سوريا، رأي حضراتكم؟ سوريا تواصل، يعني في ما يحصل في سوريا هو تواصل لهذا الزخم الثوري الذي تعيشه يعني الأمة، الذي يعيشه الشعب العربي، الذي تعيشه البلدان العربية. ولكنني أنا شخصيا لا أستطيع أن أحسم يعني ما الذي يحصل في سوريا بالتحديد. توجد كثير من لا شك في أن الشعب السوري يناضل مثل باقي البلدان العربية ضد القمع وضد الظلم وضد الأفق. فيها كثير من التساؤلات. أنا أتمنى أن ينتصر الشعب السوري، أن ينتصر الشعب السوري دون خسائر، لأن سوريا وضعها لا يشبه بعض البلدان العربية الأخرى. صحيح. فقط ممكن نسمع جزء بسيط. حضرتك كنت وعدتينا ممكن نسمع حاجة بسيطة من حضرتك من عن سوريا. سوريا تفضلي. بسرعة، سوريا الثورة العربية كلما تقدمت أكثر ازدادت خطورتها. في تونس كانت لها خصوصية معينة لأنها قريبة من أوروبا، والمفاجأة أيضا، وفي عنصر مفاجأة ثم قربها من أوروبا، يعني هناك ارتجاجات في أوروبا. ليبيا هناك مطامع البترول. مصر هناك الموقع الجغرافي وقربها لإسرائيل. وسوريا هي في قلب الصراع. وبالتالي تراني معي أن كلما تقدمت الثورة لشعب عربي إلا وازدادت الخطورة، إلا وازداد التضادات، إلا وتشابكت، إلا وتداخل. أنا ما أرجو أن يفكر السوريون بالأساس في سوريا كبلد عربي عماد يعني شديد الأهمية لكل العرب. وبالتالي أنا دائما أخاف من الخونة، لأنه إذا كان في هذه الثورة والشعب السوري يذبح، ونحن لا نعلم من يذبح من، نحن لا يهمنا إلا أننا نبكي عن كل فرد يموت، وكل طفل، وكل امرأة، وكل رجل، وكل مناضل يموت من الشعب السوري، هو خسارة لكل الشعب العربي. أكيد. أنا ما أرجوه أن يجد السوريون مخرجا لا يخسر الشعب العربي الكثير. أتمنى.
ممكن نسمع حاجه عشان بالمناسبه انا كتبت في الذي قيا وهي نوع من التنبؤ في الثوره، هذا من ديواني المسار الرقمي للروح الصادر في سنه 2010. الذي قيا باتجاه الوهم. تفضل يا فندم. الذي قيا تفتح ظلمتها للمجاز، ها خراب الضوء يستغيث في الشطر الآخر للمنفى، هنا لا بحر لا زرقة لا مدى كالعدم تماما، فلا تصدق الخارطة. المشهد أفرغ من خيالي وانتظاراتي تتربس بي تهزمني مثل جندي أخطأ المخبأ. الذي قية تسير بلا اتباع الموج، وجسدي مشطور ونخيل غريب بلا حجج يسألني عنه في غير المكان، وأخجل أخجل من سرب الحيارة يتضحكنا في العتمة بلا هدى. أكسر نظري باتجاه السؤال المتخفي، ياه يا شاطئ الجفاف كم يتعبك اللهاث نحو العطش، ياه يا قمر اللاذقية المصلوب بفجوة العقبة، كم يكفينا من عقاب الأرض لنا حين توزعنا بين بحيرات دمائنا، ياه يا دمنا يا لوننا الهارب. قلق الشواطئ المقفرة والرمل يتقلب كمدا، وذاك المنطوي على خطواته الدائرية اللهاث يقذف زاوية القائمة دون معادلة بعينه المفقوءة، والعين السليمة لا تبصر الواقعة. القيامة هنا، وذاك الدخيل الواثق بعجزنا ليس في حسابه غير نار تستعر بحطبنا. أشكركم جميعا. بنشكر الشاعرة التونسية أستاذة راضية شهيبي. شكرا. وبنشكر كمان الدكتورة أمينة الرملي الرميلي. يعيشك بتونسي، ربنا يخليك ونورت مصر. فرصة سعيدة. فرصة سعيدة، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات تانية قبل ما حضراتكم تسافروا عشان نعرف أهم الفعاليات اللي تمت في المهرجان. إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق. يعيشك يا ربي. شكرا. ننتقل لفاصل ونكمل معاكم باقي فقرات نهارك سعيد مع مي.